إن شاء الله اليوم راح أسوي معاكم كيكة الكتكات. عندي كيك جاهز، راح أفتته بالطريقة هذه وأرصه بالقالب. أصف الكتكات بالطريقة هذه. عندي أوريو مطحون وراح أضيف عليه زبدة. أضيف الأوريو المطحون وأخليه طبقة فوق الكيك. راح أسوي طبقة ثانية من الكيك الجاهز. آخر طبقة عبارة عن 8 حبات جبن كيري، ظرفين من كريمة شانتيه أو دريم ويب، علبتين صغار جيمر، قطع كتكات. أخلط المكونات، أضيف الخليط داخل القالب، أوزعه. طبعا لكم حرية التزيين، أنا شوي رشيت كاكاو بودرة وبكمل تزيين الكيكة. علينا وعلى عيونكم بألف عافية.